وإلى الديوانية التي تشهد تحولا كبيرا من التعامل اليدوي إلى الإلكتروني داخل دوائرها الرسمية، حيث يرى مواطنون هذا التحول من شأنه أن يسهم في تعزيز خطوات مواكبة التطور والتخلص من الروتين الذي يشكل عاملا مؤرقا في إنجاز معاملاتهم. التفاصيل مع سيف علي. التحول من التعاملات الورقية إلى الدفع الإلكتروني أصبح واقعاً لأغلب الدوائر في الديوانية، حيث تعد هذه الخطوة مواكبة للتطور التكنولوجي والسرعة الرقمية التي باتت معتمدة في العالم الحديث بحسب مختصين. باشرت مديريتنا وتوابعها متمثلة بأقسام الجوازات والبطاقة الوطنية ومكاتب المعلومات وقسم الشؤون الجنسية وقسم الشؤون العامة المدنية بالعمل بالجبال الإلكترونية لمواكبة التطور الإلكتروني لهذه المديرية وأقسامها. الغاية والهدف من هذا الموضوع هو تبسيط الإجراءات واعتماد الماستر كارد للمواطن بدل العملة النقدية بالمعاملات المقدمة والخدمة المقدمة لهذه المديرية. الدفع عبر البطاقات الذكية صار لزاما في بعض الدوائر الحكومية رغم المعوقات والتحديات التي صاحبت هذا التحول الجديد بعد سنوات من التعويض على الدفع النقدي، لكنه يعد أكثر سلاسة وسهولة بحسب مواطنين. أنا جيت تقريبا ساعة بالتسعة الصبح كان الحجز مالتي، وهسه الحمد لله تقريبا هسه بالعشرة ونص أو أكثر شوية، يعني ساعة ونص يعني، وهسه منتظر يعني استلام الجواز. بصمت وكملت كل الإجراءات وإن شاء الله الأمور سلسة يعني، والدفع الإلكتروني كان أسهل بصراحة، وإحنا نشجع على هذه الخطوة الإيجابية، وإن شاء الله يعني هاي الأمور جاي تعمم أكثر، وهاي كلها تطورات يعني بصراحة ما كنا نحس بيها يعني. دفع الإلكتروني دفعت بالبطاقة، يعني ما تأخرت، دخلت الساعة 9:30 وصراحة يطلع الجواز. ويؤكد مراقبون أن الدفع الإلكتروني يجنب الوقوع بالتلاعب والفساد، كما يدعم النزاهة والشفافية. ومن المتوقع أن يطبق قرار الدفع الإلكتروني في باقي دوائر المحافظة بهدف التخلص تدريجيا من التعاملات الورقية. من الديوانية سيف علي، قناة دجلة.